بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل إن شاء الله سلسلة أسباب الإجهاض في حيوانات المزرعة، وكلمنا عن الإجهاض في الأغنام والماعز. كنا اتكلمنا في أول محاضرة، اتكلمنا مقدمة عن أسباب الإجهاض، واتكلمنا عن مرض الكلاميديا، والأسبوع الماضي اتكلمنا عن مرض البروسيلا، والنهاردة إن شاء الله نتكلم على مرض التوكسوبلازم، من المرض من الأمراض الخطيرة اللي بتصيب الحيوانات وبتصيب الإنسان. التوكسوبلازما لها اسم بالعربي آخر، اسم مرض المقوسات أو اسمه داء القطط، مرض القطط أو داء القطط، لأن الطفيل ده أساسا بيعيش الفاينل هوست بتاعه اللي هو القطط، والحيوانات التانية بتاخد العدوى، بتبقى تعتبر كإنترميديت هوست، وسيط، ما هوش أساسي يعني، إنترميديت هوست. احنا اتكلمنا على بنذكر حضراتكم تاني بالامراض اللي بتعمل ابورشن، diseases causing abortion in sheep and goat. عندنا كلاميديا اتكلمنا عنها اول محاضرة، وبعدين البروسيلا اتكلمنا عنها الاسبوع الماضي، والنهاردة نتكلم على التوكسوبلازما جوندي اللي هي محاضرة النهاردة، وبعد كده ان شاء الله نتكلم على الكيو فيفر او الحمى المجهولة والليبتوسبايرا والليستيريوزيس والكامبيلوباكتر فيتس. اتكلم على توكسوبلازما او مرض المقوسات. المرض ده طفيل، سببه طفيل، يعني معظم الامراض اللي بتعمل اجهاض معظمها بكتيريا، لكن ده مرض طفيلي من مجموعة البروتوزوا اللي هي تبع عيلة الكوكسيديا، يعني هيبقى في تشابه كتير قوي، واحنا بنتكلم على اللايف سايكل وعلى العلاج ان في تشابه، من ان ده تبع عيلة الكوكسيديا اللي هو التوكسوبلازما، وهو مرض معدي مشترك يعني بينتقل من الحيوان الى الانسان. والسبب الرئيسي اسمه الطفيل ده اسمه توكسوبلازما جوندي، توكسوبلازما جوندي او المقوسات الجندية. والطفيل ده يعني خطورته في ان هو بيتحرك بسرعة داخل الجسم، بيخترق الخلايا ويكون سيست في اجزاء مختلفة من الجسم، ولذلك هتبقى صعوبة في العلاج بتاعه. يعني خطورة المرض it cause abortion، هو احنا طبعا ليه بنتكلم عنه النهاردة، لان هو بيعمل اجهاض. لو في غنمة أصيبت أثناء الحمل بالطفيل ده هيحصل لها إجهاض أول مرة، طبعا بعد كده بيبقى تاخد مناعة كده زي البروسيلا وكلاميديا. لو في امرأة حامل أصيبت بهذا الطفيل ممكن يحصل لها إجهاض، وممكن يحصل لها تشوه جنيني، يتولد الجنين عادي بس متشوه، راسه كبيرة، عنده تخلف عقلي أو كده. فخطورة المرض دايما تلاقي فيه حلقات تلفزيونية عليه، على النسبة للنساء الحوامل وخطورة الإصابة بعدوى من القطط. طبعا زي ما هنشوف دلوقتي ممكن الإصابة تبقى من غير القطط، يعني الأكل الملوث واللبن الملوث واللحوم النية، الخضروات الغير مغسولة، كل ده بيبقى موجود الأو أسيست بتاعت التوكسوبلازما موجودة في الأماكن دي كلها، ممكن يحصل لو الحيوان أو الإنسان خدها ممكن يجيله المرض. الكات هو الديفينيت هوست، هو الفاينل هوست، هو العائل الأساسي للتوكسوبلازما هي القطط، عشان كده سموه داء القطط. واللايف سايكل، في اللايف سايكل دورة الحياة بتاعته في القطط، في القطط مختلفة عن اللايف سايكل في الأغنام والأبقار والماعز والخنازير وكده. لكن الحيوانات كلها والطيور والإنسان بيعتبر انترميديت هوست، انترميديت هوست لهذا الطفيل، لكن أساسا هو كان. لذلك النهاردة في المحاضرة
هنتكلم عنه ان شاء الله في القطط، ونتكلم عنه في الاغنام والماعز. اللايف سايكل بتاعته اللي هو القطه. القطه طب القطه ازاي تاخد العدوى؟ القطط بتروح تاكل الفئران، بتاكل الفئران، الفئران دي مصابه بالتوكسوبلازم، وممكن يكون السيست موجوده في العضلات بتاعه الفار، فبتاكلها. السيست اللي موجوده دي بتبدا تدخل جوه الامعاء بتاعه القطه، ويبدا يحصل تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي، بينتج في النهايه اوسيست زي الكوكسيديا كده، بتنتج اوسيست وتنزل في البراز بتاع القطه. الاوسيست لما بتنزل وتتحوصل تبقى مصدر عدوى. طبعا بتنزل ملايين البويضات اللي هي بتقعد يوم او يومين عشان تبقى انفكتيف، وبعدين يجي بقى الانسان ياخدها. الناس اللي بتربي قطط طبعا القطط بتلحس نفسيها وكده، وممكن الاوسيست تنزل من الفيسز عليها، او البراز يلوث الاكل اللي موجود او اي حاجه، فالانسان ياخدها ياخد العدوى. الغنم والابقار والخنازير تاخدها تاخد العدوى، زي الحيوانات هنا بالظبط دوره الحياه بتاعتها زي الانسان بالظبط. لما هنحكي دلوقتي ايه اللي بيحصل ده بيسموهم انترميديت هوست، لكن الفاينل هوست او العائل الاساسي هو القطط. والقطط بتاكل، اما تاكل فئران او تاكل لحوم حيوانات مصابه، يعني تاكل مثلا لحم غنم ميت، غنم ميتة وفي سيست موجودة الحويصلة في العضلات بتاعتها، فتتحوصل تدخل على المعدة على الأمعاء وتبدأ تحصل تكاثر لاجنسي، ويبدأ في الآخر تكون لنا الأوسيست. في القطط بقى في أربع ستيجز، يعني دورة حياة معقدة شوية. في حاجة اسمها تاكيزويتس، دي التاكيزويت دي بتبقى موجودة في الدم، وفي النسيج بتاع القطة بيتكون سيست، وفي حاجة اسمها البرادوزويت، والحاجة اللي بتنزل في البراز اسمها الأوسيست. الأربع حاجات دول مبيبقوش موجودين إلا في القطط فقط، لكن الحيوانات الأخرى بتبقى موجودة السيست بس، اللي هي الغنم والماعز والإنسان. بدورة الحياة بتبقى زي ما قلنا في تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي بيحدث في القطط، وينزل في الاخر اوسيست في البراز اللي هي بتبقى مصدر عدوى، بتلوث الارض، بتلوث التربه، النباتات لو جات عليها تبقى ملوثه. بيجي الانسان او الحيوان يبلع الاوسيست دي، ويتكون يصاب بالمرض، ويتكون سيست في اجزاء جسمه. طبعا في اجزاء جسمه في الحيوان والانسان ممكن تتكون في العين وتعمل انفصال في الشبكية، ممكن تيجي في الجهاز العصبي وتعمل أعراض عصبية، ممكن تيجي في الرئة وتعمل أعراض نمونيا، حسب مكانها بتعمل أعراض. مظاهر الإصابة، الخطورة بقى في الكلام بتاع محاضرة النهاردة اللي أنا اللي عايز إن احنا نوصله، لو الغنم أصيبت أثناء الحمل أو الماعز أو المرأة الحامل، هنا البارازايت بيعدي اللي هو التكوزويت ده بيعدي من الدم عن طريق المشيمة ويدخل على الجنين، فيعمل إجهاض. لو كان في الفترة الأخيرة من الحمل يعمل إجهاض، لو في الفترة الأولى من الحمل بيعمل ريزوربشن، يعني الجنين ممكن يعني يحصل له ريزوربشن، أو ممكن يحصل ماميفيكيشن. يعني ماميفيكيشن يعني يتحنط الجنين في الرحم، تيجي كده تلاقي الجنين اتحنط ودنه في الرحم ما نزلش. ده دايما الإصابة لو حصلت من عمر 40 يوم، يعني تقريبا شهر كده أو 40 شهر و10 أيام لغاية 110 يوم، دايما يؤدي إلى موت الجنين وإجهاض. الإصابة في الغنم زي ما قلنا إنه الغنم بتاكل أكل ملوث جاي من الأكل ملوث من براز القطط، يعني اي مزرعة فيها قطط يتوقع ان وعمال يحصل فيها اجهاض، نتوقع ان عنده مشكلة توكسوبلازم. القطط بتاكل فئران، الفئران مصابة فهي تصاب، بتنزل في البراز بتاعها الاو اسيست، يلوث بقى الاكل، يلوث المية، لو في زرع برضو الاكل برسيم ولا اي حاجة يلوث. تيجي تاكله الاغنام، لو هي عشار تبقى هنا الخطورة، يحصل اجهاض.
طب في الأغنام في أعراض معينة في الغنمة؟ لو أصيبت غنمة بتكسب لازمة ممكن نعرف هو لو هي إعشار هيحصل أبورش أو يحصل حاجة اسمها ستيل بيرس، اللي شرحناها في محاضرة الكلاميديا، إن الحيوان يتولد كامل النمو 5 شهور بس ينزل ميت، أو يحصل له ماميفايد فيتس، الجنين يتحنط في الرحم وما ينزلش، يموت يعني ويتحنط. لكن لو غنمة ما هيش أعشار وأصيبت بالتوكسوبلازما ما يظهرش أعراض عليها. لو إنسان، أطفال مثلا أو بنات أو امرأة مش حامل وأصيبت بالتوكسوبلازما ما يظهرش أعراض، إلا في حالة واحدة، لو الحيوان اللي هو الإنسان ده مناعته ضعيفة جدا أو مصاب بأمراض اللي هي نقص المناعة زي مرض الإيدز أو كده، فبيظهر عليه أعراض بقى خطيرة وممكن يموت. نفس الكلام القطط، هل القطط يظهر عليها أعراض؟ هنقول الكلام ده في آخر المحاضرة، بس نفس الكلام، لو قطة مصابة بتوكسوبلازما يبقى مش باين عليها أعراض، إلا إذا أصيبت بأمراض فيروسية أخرى بتقلل بتظبط الجهاز المناعي، فيبدأ يظهر عليها أعراض بقى نمونيا أو نيرفس مانيفستيشن، أو يعني حسب وجود السيست في مكانها فين في الجسم بالظبط. وهنا خطورة المرض، إنه مرض بدون أعراض. لو حالة بقى ماتت، بناخد الجنين هتشوف بقى الأجنة هنا ماميفايد فيتس، يعني أجنة محنطة أبورشن، دي حالات إجهاض هي من توكسوبلازما. طيب ازاي نشخص بقى التوكسوبلازما؟ مهم قوي المحاضرة هنا بتاعت النهاردة، ازاي نشخص وازاي نحصن وازاي نعالج، لان التشخيص صعب يعني زي البروسيلا كده. ففي بفضل الله هنا في السعودية، يعني شركة اتصلت بيها اللي هم قالوا لي على ان عندهم الرابيد تيست، الاختبار السريع، اللي ممكن الدكتور فواز او الدكتور محمد او اي حد معانا شغالين في عيادات بيطرية او صيدليات بيطرية ممكن يشتري الاختبار ده ويعمله للغنم، رابيد تيست فور دايجنوزس، زي ما اتكلمنا على الرابيد تيست بتاع البروسيلا في الابل. الابل لها اختبار مخصوص، الكلام ده في الاسبوع الماضي، والغنم لها اختبار مخصوص. فبرضه التوكسوبلازما لها اختبار اسمه توكسوبلازما اي جي جي اي جي ام، بيقيس لنا وجود الاي جي جي والاي جي ام اللي هي الاميونوجلوبيولينز. طبعا طريقه سهله ومكتوبه على البانفلس، ما فيش داعي ان احنا نحكيها، ولكنه اختبار حقلي سريع يمكن للطبيب عمله بالمزرعة أو في العيادة، مش محتاج نبعت عينات للمعمل وكده، ممكن أنا أعمله أو أي حد فينا يعمله، زي ما بنعمل البروسيلا أو الرز بنجال، ده برضو اختبار بسيط بنعمله للتوكسوبلازما. ممكن بقى نبعت عينة للمعمل ونعمل اختبارات الإلايزا والبي سي آر والتيوب أجلوتينيشن تيست والكلام ده كله، ده في المعمل. احنا معانا برضو ابو عبد الرحمن يقول لنا برضو ايه احسن اختبارات في المعمل يا دكتور بتعملها للتوكسوبلازما، اي واحد منهم ادق. لكن في معلومة مهمة قوي، ايه المعلومة المهمة دي؟ هل لو احنا عملنا سؤال، يعني لو احنا عملنا اختبار اليزا او البي سي ار او طلع عندنا في نوعين من الاميونوجلوبيولين، في عندنا نوعين من الجلوبيولين، في حاجه اسمها الاي جي جي وفي حاجه اسمها الاي جي ام، الاي جي جي والاي جي ام، ماشي؟ لو لقينا الاي جي جي الاي جي جي ام الاي جي ام وعندنا الاي جي جي، لو لقينا الاي جي جي عاليه، الاي جي جي عاليه، يبقى دي اصابه قديمه، مش ممكن تكون هي اللي عامله ابورشن. يعني مثلا عندنا حالات اجهاض وبعتنا عينه للمعمل طلع بوزيتيف توكسوبلازما الاي جي جي عاليه، يبقى دي اصابه قديمه وليست هي السبب في حدوث الاجهاض. طب ما اعرف ازاي ان في اصابه حديثه وممكن هي اللي عملت اجهاض؟ لما الاقي الاي جي ام هو العالي، ده النوع الثاني من الاميون جلوبيولين الاي جي ام، يبقى الاي جي ام يقول لنا ان في ريسنت انفكشن، ذا بريزنس اوف اي جي جي انتي بودي suggest ان في infection but does not provide any information about the timing of infection. ممكن تكون الإصابة قديمة واخدها بقى لها سنة والاي جي جي عالية. طب مال ايه اللي المفروض اللي شخص لي الحالة دي اللي هي الاي جي ام؟
لو في اي جي ام عالية يبقى دي اصابة حديثة، وممكن تبقى هي اللي عاملة سبب في الاجهاض. شفتوا بقى المرض مش سهل كده يعني. نرحب بالدكتور صلاح اسماعيل، استاذ في معهد بحوث صحة الحيوان اسماعيلية، ربنا يبارك فيه، مواظب دايما على المحاضرات. ونرحب بكم جميعا اللي بتشاركونا دايما في محاضرات الاونلاين. بتكسب لازمة يا جماعة، مرض خطير، وبعدين احنا كدكاترة بيطريين لازم نعرف ازاي نتعامل معاه، وخطورة الطبيب ان هو يصاب بيه، ولو احنا بالناس اللي بتربي قطط تنصح الناس اللي بتربي قطط تعمل ايه، لان فعلا مرض خطير. يعني لو واحدة حامل او دكتورة حامل وشغالة في عيادة بيطرية ومش لابسة جوانتي وعمال تتعامل وتدخل تاخد درجة الحرارة وتمسك القطة، ولا ساعات تلاقي عمال تمسح ايديها على القطة كده وتبصها مش عارف ايه، ممكن تاخد العدوى. لو هي حامل بقى يبقى مشكلة كبيرة جدا، هينزل جنين عنده مشوه وفي تخلف عقلي وأمراض، وهي ممكن تصاب لو مناعتها ضعيفة. طب هل ممكن نعالج التوكسوبلازما في الغنم؟ طبعا في يعني بروتوكول صعب جدا تنفيذه في المزارع. يعني انا لقيته ان هو بيقول لك الام اللي بريجننت بنديها علاج البقره او الغنمه، وبعدين لما تولد الجنين ممكن يبقى عنده سيست واخد عدوى من امه، فندي علاج للابن، وبعدين ممكن ندي تاني للجنين ده لما يكبر ندي له ايه جرعه تاني. خلينا ايه ده، بلاش السلايد دي. لكن العلاج اللي انا يعني جمعت ابحاث كتيره ايه افضل علاج للتوكسوبلازما. هنا بقى ما ينفعش التتراسيكلين ولا الدوكسوسيلين اللي اتكلمنا عنه في كلاميديا وبروسيلا. هنا في دواء تبع مجموعه الماكروليدز اسمه سبايرامايسين او الكليندامايسين، ده افضل علاج للتوكسوبلازما في الغنم. يعني انا لو تاكدت ان عندي حالات ابورشن في المزرعه وعملت تحليل طلع ان هي توكسوبلازما، ممكن ادي خاصه الحوامل، الغنم الحوامل ادي له سبايرامايسين 100 مللي جرام للكيلو عن طريق الفم لمده 3 اسابيع. ده علاج. في علاج تاني، ابحاث تانية قالت نخلط سلفا ميسازين مع دواء اسمه بيرا ميثامين، بيرا ثامين، ده هتكلم عنه بعد شويه، لان الدواء ده بيستخدم في البشري ويستخدم علاج في القطط، وبرضو ممكن نعالج حالات الغنم. نخلط سلفة مع البيرثامين يبقى ده، او ندي سبايرامايس. في سبايرامايسين also been tested in pregnant youth، ده بحث معمول على ان هو بيدوله حالات اعشار مصابة بالتوكسوبلازما، والحمد لله ما حصل لهاش اجهاض. سبرامايسين لمدة 3 أسابيع، ده بحث تاني عن حاجة اسمها المونينزين. المونينزين ده مضاد حيوي بيستخدم لوقاية من الكوكسيديا، وفي ميزة كمان إن هو بيزود البروبيونيك أسيد في الكرش، بيستخدم كتير إضافات أعلاف في المزارع وبيمنع النفاخ. المونينزين ده وجدوا أيضا إن هو بيعالج حالات التوكسوبلازما، يعني ممكن نعالج بيه الكوكسيديا وممكن نعالج التوكسوبلازما. لكن احنا كبيطريين لو انا عندي مزرعة او مشرف على مزرعة، افضل حاجة العلاج طبعا هيبقى مكلف وصعب، لان ممكن البارازايت يبقى موجود على طول مدى الحياة في الغنم. لو عمل سيست ممكن الدنة عايشة بيه طول حياتها. لكن افضل حاجة التحصين اللي هي الوقاية خير من العلاج. هل في تحصين للتوكسوبلازما؟ موجود شركات كتيرة منزلة، الشركة دي مثلا منزلة دواء تحصين اسمه توكسوفاكس، موجود هنا في السعودية ودول الخليج. توكسوفاكس ده بنحصن المكترات قبل ايه، قبل التلقيح بشهر، يعني ما ندوش للعشار، نديه قبل التلقيح بشهر. وطريقة اعطائه الجرعة بتاعته 2 مللي، ندي جرعة واحدة فقط وليس لها بوستر دوز، بيتاخد في العضل. متابعين يا جماعة؟ التحصين 2 ملي عضلي قبل اللقاح، قبل ما بسموه بقى ندربها، قبل ما ندرب الغنمة أو نلقحها بشهر، يعني هي ما تكونش أعشار، وليس لها أنيوال بوستر.
يعني مش شرط ان انا ادي بوستر دوز. بقول لك هنا 4 اسابيع قبل الميتنج، قبل ميتنج اللي هو التلقيح يعني ستارت، بنديها قبلها ب4 اسابيع، جيفن 4 اسابيع. Only one dose of Taxovax vaccine is required for lifetime immunity. يعني بديها مناعة طول عمرها، يعني ما نقعدش نحصن كل سنة. والتحصين يكون 4 اسابيع قبل التزاوج، ويستخدم فقط لنون بريجننت فيميل شيب. دي شروط أساسية. ما نحصنش زي برضه البروسيلا، ما نحصنش العشار أو اللكحة زي ما بيقولوا، بنحصن إيه قبل الأعمار الصغيرة، قبل الإيه الحمل. هل تكتسب؟ طب احنا مش هنحصن بقى. هل اناني لو الغنم خدت اصابه بتوكسوبلازما هل بتاخد مناعه ان هي خلاص بقى مش هيحصل لها جهاز بعد كده؟ صح. Following infection both pregnant and non-pregnant develop sufficient immunity to prevent future abortions. يعني لو حصل اجهاض مره مش هيحصل اجهاض تاني لان خدت مناعه خلاص، زي البروسيلا وزي الكلاميديا. طيب هنتكلم بقى على المرض في القطط، عشان احنا كدكاترة بتيجي لنا في العيادة حالات قطط، ويجي اصحاب القطط يسألونا. فاحنا خلصنا كده الموضوع في الغنم، خطورته انه بيعمل اجهاض لو الغنمة عشار، وبرضه في الانسان بيعمل اجهاض. هنا نتكلم عن القطط بقى كمعلومات عامة لينا احنا كدكاترة ممكن نصاب بيها، وكمان بننصح اصحاب القطط اللي بيربوا قطط في البيوت يعملوا ايه بالنسبة للقطط. ولو القطة عيانة أو طلع عندها توكسوبلازما نتعامل معاها إزاي؟ موضوع خطير جدا. وطبعا أنا لما الناس بيسألوني يا رب قطط ولا كلاب، أقول له رب قطط، بس لازم القطط يتعمل لها برنامج وقائي، لأن لو ما عملناش برنامج وقائي يبقى القطة مصدر عدوى، يبقى ملهاش لازمة قطة ولا غيره. الفلوس اللي نصرفها على القطط دي نديها للناس الغلابة اللي مش لاقيين ياكلوا لحمة دلوقتي ولا كان كده. هنعطل الدكاترة البيطريين بقى ويقول لك انت يا دكتورة تقفل توقف حالنا كده. خلينا ايه نتكلم على التوكسوبلازما في القطط. هل القطط لما بيجي لها توكسوبلازما بيظهر على اعراض؟ نفس الكلام اللي قلناه على الغنم او على الانسان. لو الحيوان او الانسان او القطة مصابة بتوكسوبلازما ليس لها اعراض اسيمتوماتيك، الا اذا اصيبت بامراض فيروسيه معروفه بتيجي للقطط، بتعمل ضعف في الجهاز المناعي فيبدا هنا الاعراض تظهر. طب ايه الاعراض يا دكتور اللي تظهر؟ حسب وجود السيست في القطه. لو السيست موجوده في الجهاز التنفسي ايه الامراض؟ هي في مرض اسمه فيلاين ليوكيميا فيروس، ومرض اسمه فيلاين اميونو ديفيشنسي، مرض نقص المناعه اللي هو الاف اي في والاف اي ال في. المرضين دول مشهورين في القطط، الناس اللي شغاله في القطط. لو اصيبت القطه بالامراض اللي هي بتدمر الجهاز المناعه دي، يبقى الاعراض هتبقى خطيره جدا لما تصاب بالتوكسوبلازما وممكن تموت. لكن ايه بقى الاعراض؟ لو جت في الجهاز، لو جت في الرئه هتبقى يعمل نيمونيا، لو جه في عينيها بتعمل التهاب في العين في حاجه اسمها الايريس او رايس. نفس الكلام في الانسان. لو جت في الليفر بتعمل جوندس، انفكشن افكتنج ذا ليفر، يعني السيست موجوده في الليفر بتاع القطه، بتعمل يلوش سكين ميوكوس ميمبرين جوندس. التوكسوبلازما كان اولسو افكت ايز، ممكن تيجي في العينين وممكن تيجي في الجهاز العصبي. انا شفت ابحاث كتيره، الموضوع ده منتشر قوي في امريكا، فقريت ابحاث كتيره على الهيومن، وجايبين بقى مصورين العين وممكن تعمل عمى في الإنسان يعني، وتعمل أعراض عصبية. نفس الكلام برضو للقطط، ممكن القطط لو هي مناعتها ضعيفة ممكن تعمل عندها عمى وتعمل التهاب في الأيرز، ممكن تعمل أعراض عصبية حسب وجود الأيرز اللي هي القزحية يعني. طب إزاي نشخصها بقى القطط؟ بنبعت عين المعمل وبيشتغل برضو بالبي سي آر وبالقيس الأي جي جي والأي جي إم، ونفس الكلام اللي قلناه لو الاي جي جي عاليه يبقى اصابه قديمه، الاي جي ام هي العاليه يبقى الاصابه حديثه. طب لو احنا بعتنا عينه للمعمل
ولقينا الحيوان الاي جي جي نورمال والاي جي ام نورمال، قطة يعني. يبقى القطة ديت معرضة ان هي تجيلها عدوى، لانها ما عندهاش اجسام مناعية. لو اللي عندها اجسام مناعية مش هيجيلها عدوى تاني جديدة، لكن دي نتوقع ان هي تبقى عندها تجيلها عدوى، ومتوقع ان ينزل في البراز بتاعها او سيست، يبقى عندها يبقى مصدر عدوى خطير. لو القطة سليمة من الانتي بوديز يعني ما جالهاش عدوى قديمة، يبقى دي معرضة ان جالها susceptible to infection and shedding oocyst for up to 2 weeks following infection. لما القطة تبقى مصابة بالعدوى بتقعد تعمل شيدنج للاوسيست لمدة اسبوعين، تقعد تعمل شيدنج. يعني ايه شيدنج؟ يعني تنزل البراز في اوسيست طبعا بالملايين لمدة اسبوعين كاملين، يبقى مصدر عدوى في البيت للاولاد وللاطفال وللاكل والملوث. ولو القطة دخلت المطبخ وتبرزت على اي مكان خطر جدا، ويقعد اسبوعين تنزل. طب بعد اسبوعين وجدوا لما بيحللوا لقطة مصابة بالتوكسوبلازما، بعد اسبوعين ما عادتش بتنزل اوسيست، فمش بتقعد على طول تنزل اوسيست في الفيسز. لذلك لو انا خدت عينة براز، دكتور ربو عبد الرحمن خلي بالك معايا يا دكتور، لو خدت عينة براز وبعتها المعمل عشان اكشف على الاوسيست بتاعه التوكسوبلازما زي ما بنعمل كده في الكوكسيديا، ده العجل بينزل براز مدمم، يقوم نبعت عينه المعمل فيكشف يقول له عندك اوسيست، عندك كوكسيديا. هل ديتكشن اوسيست ان ذا فيسز يبقى تاكيد ان الحيوان ده عنده توكسوبلازما؟ ذا ديتكشن اوف اوسيست ان ذا فيسز از نوت ا ريلايبل ميثود اوف دايجنوزيس because they look similar to that of other parasites. ليه بقى؟ لأن عدم وجود أوسيست ممكن يكون الحيوان مصاب أصلا، يعني ممكن مبقاش فيه أوسيست واكتب نيجاتيف، لكن هو عنده أوسيست عنده توكسوبلازما جوه والأنتي بودي عالية، فلازم نعتمد على اختبار الأجسام المضادة اللي هي الأجسام المناعية اللي هي الأي جي جي والأي جي إم. تشخيص تأكيدي بقى ان احنا طبعا احنا قلنا السيست دي بتبقى موجودة في التيشوز في الأنسجة، فان احنا ناخد جزء من النسيج ونصبغه ونشوف الايه التاكوزويتس ده موجود ولا لا. ده التشخيص التأكيدي للتوكسوبلازما في القطط. موضوع صعب جدا. طب القطط لو طلع عندها توكسوبلازما ممكن نعالجها؟ هو العلاج بتاعها زي المشابه للإنسان، عشان في دكتور بعت لي النهارده قال لي يا دكتور، ويبدو هو حلل التوكسوبلازما وكده، قال لي قول لي العلاج بتاع العلاج ايه بتاع التوكسوبلازما، هنقوله برضو الانسان. فالعلاج هنا بنستخدم مضاد حيوي كليندامايسين تبع مجموعه الماكروليدز، كليندامايسين او السبايرامايسين اللي اتكلمنا عنه من شويه، يعني كليندامايسين او السبايرامايسين دول كويسين جدا ومعمول عليهم ابحاث كان هو لعلاج التوكسوبلازما في القطط. او ندي معاه كورتيزون اللي هو كورتيكوستيرويد، عشان بيبقى توكسوبلازما بتعمل التهابات، بتعمل التهاب في الجهاز العصبي، التهاب في الرئة، فبندي معاه كورتيزون. ده علاج التوكسوبلازما في القطط. In acute illness, treatment is often started on the basis of high initial IgM antibody level. الكلام اللي قلناه في الأول، ان لو لقينا الاي جي ام عاليه يبقى دي ريسنت انفكشن، يبقى نبدا نعالج على طول. لكن لو لقينا الاي جي جي هي اللي عاليه يبقى ده كورونيك انفكشن، ممكن العلاج هنا ما يجيبش نتيجه. It is if clinical improvement is not seen within 2 or 3 days انا بدات اعالج ومفيش تحسن، يبقى الدايجنوزس اوف توكسوبلازما في مشكله، يبقى دي ما كانتش توكسوبلازما. إذا لم يظهر التحسن السريري في غضون 2 إلى 3 فقد يكون التشخيص داء المكوسات موضع تساؤل. جهزوا الأسئلة عشان قربنا نخلص. نرحب بالدكتورة سماح، أستاذة في طب البشري ومشرفة معانا النهاردة، أستاذة شرعي. في دواء البيراميثامين، الدواء ده مشهور في البشري
موجود في الصيدليات البشري، بيستخدم لعلاج الملاريا والتوكسوبلازم. البايرا ميثامين، هوريكم صورة ليه دلوقتي. بنعالج بيه التوكسوبلازما في القطط والكلاب، في القطط يعني الأغنام والإنسان. وفي الإنسان أساسا هتلاقي الروشتة مكتوب إن هو بيعالج الملاريا. البيرا ميثامين أهو الدواء هو موجود، هوريكم صورته. بس إيه هو البيرا ميثامين ده؟ دي إز إي فوليك أسيد أنتاجونست سيمولر تو تراي ميسوبريم. انت عارفين في مادة تضاف، التراي ميسوبريم تضاف للسلفة، فبيطلع مركب اسمه سلفة مع تراي ميسوبريم. ده يعتبر مضاد حيوي واسع الانتشار. فاكرين يا جماعة الدواء ده؟ المادة اللي هي البيثرامين ديت زي التراي ميسوبريم، ان هي انتاجونست للفوليك اسيد، فبتمنع ايه، بتموت البارازايت ده. ده بيستخدم لعلاج الملاريا ويستخدم لعلاج البلازما. اهو الدواء هو موجود في الصيدليات البشري، موجود هنا في السعوديه وموجود دول الخليج، ومصنع في الامارات. اهو الدواء ده اهو، ده تابلت بيراميثامين تابلت. شوف رسم عليه الناموسه اللي هو ده علاج الملاريا، لكن ايضا يستخدم لعلاج الايه، التوكسوبلازما. وفي منه شرب، اهو البيراميثامين ده شرب، ده بتاع بيطر، ممكن يستخدم في الكلاب والقطط. وفي طبعا اكيد حضراتكم ما سمعتوش عن الدواء ده، لكن ايه، دي معلومه مهمه ولازم ان احنا ايه، نستخدم الادويه دي يا جماعه ونعرف الدكاتره بيها. المحاضره دي مهمه جدا وتحتفظوا بيها. ده الدكتور بعت لي التحليل بتاعه النهارده، دكتور بيطري اهو. شوف مطلع هنا التوكسوبلازما انتي بودي، التوكسوبلازما اي جي جي طلع 2.9، والنورمال كام؟ النورمال اقل من 4. اللي اقل من 4 يبقى نيجاتيف، يعني اكثر من 4 يبقى بوزيتيف. طب هو ده الحمد لله ما عندوش اي جي جي نورمال 2.9. طب الاي جي ام طلع عنده 0.1، الاي جي ام طلع 0.1، وعندنا هنا اقل من 0.9 يبقى نيجاتيف. يبقى هو كده الدكتور ده ما عندوش توكسوبلازم. امال مش عارف بعت لي ليه ويقول لي، يقول لي العلاج ليه، هو ما عندوش توكسوبلازم. مبروك يا دكتور. دكتور هو طالب بيطري، كلية طب بيطري في سوريا، بعت لي التحليل ده النهارده، ما عندوش توكسوبلازم. فقال لي قول لي العلاج بتاع الانسان بقى، في علاج ثلاثي وفي علاج رباعي، يعني هو الثلاث تاخد ثلاث ادويه مع بعض. لو واحد عنده توكسوبلازم او واحده، خاصة الحوامل خطر جدا جدا، لدرجة ان هو بيعمل المرأة الحامل اللي عندها توكسوبلازما يعمل لها سونار في اخر الحمل، لو لقوا الجنين مشوه يعملوا لها اندكشن اوف ابورشن. فخلي بالنا يا جماعة من دكاترة الطبيبات البيطريات والناس اللي بتربي قطط في البيوت. في تريبل، في علاج ثلاثي في الهيومن اللي هو البيسرامين اللي احنا قلنا عليه، مع سلفا دايازين، مع استرويدز اللي هو مضاد التهاب، لان البارازايت بيعمل التهاب في الرئه، التهاب في الجهاز العصبي، فبندي الثلاث حاجات دول، الاسترويدز اللي هو كورتيزون يعني او ديكساميثازون، بيرامثامين مع سلف داز. ده برنامج علاجي. في برنامج تاني رباعي، نستخدم الثلاثه الاولانيين اللي احنا قلنا عليهم دول، اللي هم سموهم تريبل الثيرابي، اللي هو البيرامثامين مع سلف دايازين مع الاسترويد، ونزود عليهم كليندامايس. ده علاج رباعي عشان نقضي على التوكسوبلازم. في علاج اخر، الازيثروميسين مع البيراثامين اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، يدي معاه ازيثروميسين. ده في الهيومن، ده علاج في الانسان. صلوا على رسول الله. ملخص للمحاضره بتاعت النهارده، المرض ده سببه توكسوبلازما جندي، مرض خطير مدمر، بيعمل اجهاض في الاغنام والماعز، وبرضه للإبل لو جت في الإبل بيعمل إجهاض، لأن برضه ده موجود في الإبل هنا في السعودية، توكسوبلازما جندي. وبرضه في الإنسان، في النساء الحوامل بيعمل، لو أصيبت المرأة وهي حامل يحصل لها إجهاض. طب افرض بنت مثلا عندها 9 سنين وأصيبت، مفيش خطورة، لكن هي الخطورة لو هي حامل وأصيبت بالمرض، يدخل على طول منها على الدم، يتكون تاكوزايتس، يخترق الجهاز المشيمة، يدخل على الجنين. عشان الإشاعة يقول لك رب القطط لقى لأنها بتعمل عقم عند البنات والكلام ده، بنصحح المعلومة، مفيش حاجة اسمها عقم عند البنات. هي إذا أصيبت المرأة الحامل
بهذا الطفيل بيدخل يعدي المشيمة وينزل يعمل تشوه جنيني وممكن يعمل إجهاض، أو يتولد طفل مشوه طول عمره بقى إيه متخلف عقليا، أو ينزل أعمى أو راسه كبيرة. بتيجي العدوى في الإنسان بتيجي إزاي؟ والحيوانات بتيجي عن طريق الأكل الملوث من براز القطط، انجيشن اوف سيست اوف بارازايتس ان كات، خاصة القطط الصغيرة دايما هي اللي بتصاب بالتوكسوبلازما. ابورشن ات اني ستيج اوف بريجنسي. الجهاض هنا يا دكتور له ميعاد، احنا قلنا البروسيلا دايما الشهر الاخير، الكلاميديا الشهر الاخير، لا هنا ممكن بعد العدوى على طول. لو حصل عدوى بعد شهر او شهر ونص يحصل الجهاض، بعد شهرين يحصل الجهاض، 3 شهور يحصل الجهاض. ابورشن ات اني ستيج اوف بريجنسي. ودايما الجنين لو ما نزلش ممكن يحصل له ماميفيكيشن، يتحنط ويدن في الرحم، وبالتالي بقى الام تبقى عقيمه ومش مش هتعشر بعد كده. ماميفيكيشن ريزوربشن ستيل بيرث، والمشيمه بيبقى فيها اصابات والتهابات وكده، والتشخيص بيكون عن طريق السيرولوجي. ده ملخص تاني بالعربي عشان الزملاء اللي بيدرسوا بالعربي، وبعد كده ننتظر الاسئله من حضراتكم، ونرحب بكم جميعا مرة تانية. يا محمد يا بدر، يعني المحاضرة واضحة ولا أسئلة؟ ما فيش أسئلة ليه؟ دكتور صلاح إسماعيل، دكتورة سماح، دكتور عبد الرحمن، نسبة التوكسوبلازما كام يا دكتور في السعودية؟ دكتور عزيز عبد الرحمن اكتب لنا نسبة الإصابة التوكسوبلازما في الإبل والغنم كام، الله يبارك فيك، اكتبها لنا. دكتور مالك، نرحب بك يا دكتور مالك، بيقول في محاضرة البروسيلا حضرتك قلت إن الإجهاض بيكون في الشهر الأخير، وكانت المعلومة القديمة لدينا أن الإجهاض البروسيلا في الثلث الأول من الحمل، لذلك كنا ننظر إلى إجهاض الشهر الأخير من الحمل على أنه الاحتمال الأكبر هو الكلاميديا. لا يا دكتور، برضو البروسيلا دايما في بالنسبة للبقر 3 شهور الأخيرة من الحمل، والغنم الشهرين الأخر من الحمل، دي معلومة مؤكدة. والحمد لله المعلومات اللي بكتبها على في المحاضرة بتاعتي يبقى كلها جايبها من أبحاث، يعني مش بألف. يعني الدكتور فايز بركات، بالنسبة للتحليل تظهر النتيجة في أول يوم أو تحتاج إعادة تحليل بعد أسبوعين؟ لا يا دكتور، النتيجة على طول لو أنت هتعمل البي سي آر أو تعمل اختبار الرابيد تيست ده على طول. الدكتور أبو عبد الرحمن بيقول نسبة الإصابة بالتوكسوبلازما في الأغنام في السعودية والإبل 3% من نسبة الإجهاض. يعني لو إجهاض مثلا عندنا البروسيلا مثلا 40%، الكلاميديا 50%، ده بيمثل نسبة بسيطة، يعني 3% من كل 100 حالة إجهاض يبقى 3 منهم سببها توكسوبلازما. دكتور فواز جزاك الله خير يا دكتور، يعني لو قطيع في البر ولا يوجد قطط نستبعد احتمال التوكسو؟ ما السؤال ده جميل، بس هي المشكلة ان القطط تكون مرت على الأعشاب اللي موجودة وتبرزت عليها. ما احنا برضو في الإنسان ممكن واحد ما يكونش بيربي قطط، ولكن الست في المطبخ لما بتيجي تجيب اللحمة النية وتمسكها بإيديها وكده، واللحمة ممكن تبقى ملوثة، أو الخضار ملوث، شارين خضار من بره وملوث بالإيه؟ بالأوسيست. فعدم وجود قطط لا يعني عدم وجود توكسوبلازما. وممكن اللبن الملوث، اللبن بينزل فيه برضه الأوسيست، وممكن اللحمة اللي مش مستوية كويس. الدكتور عبد الرحمن بيقول 3% في الإبل، بارك الله فيك يا دكتور عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن اللي هي نسبة التوكسوبلازما في الإبل 3%. دكتور فايز، بالنسبة للعلاج والوقاية كم جرعة نعطي من السلفة والسبراميسن؟ والله أنا كاتبها في المحاضرة هنا، السبراميسن بيتاخد لمدة أسبوعين. أجيب لك نسبة السبراميسن. السبراميسن بيتاخد، الجرعة بتاعته مكتوبة اهي، السبراميسن بيتاخد
في اليوم 85 من الحمل او اليوم 100 من الحمل، يعني شهرين شهر 3 شهور كده، ويقطع عن طريق الفم، والجرعة بتاعته 100 مللي جرام لكل كيلو جرام سيبراميسن 3 أسابيع. ماشي يا جماعة. دكتور مالك، آسف جدا يا دكتور، لا أقصد، أنا بأكد المعلومة من حضرتك. ماشي يا دكتور مالك، عادي يا حضرتك، أنت لو أنت قريت إن هي في الشهور الأولى ابعت لي على الواتس، وأنا بعد يعني بتقبل أي معلومة جديدة بس تكون موثقة. لكن معلومة البروسيلا إن هي فعلا بتيجي في الشهور الأخيرة. لا يعني بص، ما ينفعش الجنين نازل من غير شعر، الجنين كذا، ان انا احكم، ما فيش حد يقدر، ولا استاذ جامعه ولا اي حد من حاله جهاض يقول كده من الاعراض ان دي كلاميديا ولا بروسيلا ولا دي توكسوبلازما، ما ينفعش، ولا فيتامين اي ديفيشنسي ولا حاجه. يعني الكلام العلمي ان احنا عمالين نقول نبعت المعمل، نعمل اختبار رابد تيست، نعمل كذا عشان نشخص صح، والا المزرعه هتتدمر. دكتورة ميسة بتقول، ميسة حامد أو حماد، يعني لو عندي بقرة وبتسقط أحلل البروسيلا توكسوبلازما. بص يا دكتورة ميسة، هي نادرة جدا في الأبقار، يعني البروسيلا أساسا للغنم والإبل رقم 2، ونادرة قوي في الأبقار، لكن الإيه اللي يعمل إجهاض أكتر في الأبقار البروسيلا. لكن لو عايزة تحللي توكسوبلازما مفيش مشكلة. الدكتور طارهوني باشا، طارهوني باشا، انت من تركيا ولا ايه يا دكتور يا باشا؟ جزاك الله خيرا، بكده يعتبر مكافحة الكلاب والقطط تظل ضرورة والزام ولا حرمة في ذلك. لا يا دكتور، بس ما تقتلش، ما تقتلش الكلاب والقطط، حرام شرعا، الا الكلاب اللي هي عندها سعار، اللي هي العقور، كلب العقور هو اللي نقتله فقط. لكن سبحان الله، يعني انا قريت ابحاث حاجه عجيبه، يعني ربنا خلق الكون يا جماعه وكل شيء جعله بقدر. يعني مره في امريكا جم قتلوا نوع من الفهود اللي هو الفهد يعني او الاسود في مقاطعه، فبدأ تنتشر بعض الأمراض، والغزال يعني يمرض ويموت. قال طب يموت ليه الغزال؟ قال لك لأن الأسد لما كان بيجري ورا الغزالة الضعيفة هو بيلحقها وبياكلها، لما ما عادش حد بيجري وراها بدأ المرض ينتشر. فالكون ده مرتب إن إحنا ما نقدرش نشيل الحيوان ونخلص منه، كل حاجة لها وظيفة. هل السبرامايسن، دكتور حيدر زيدان، هل السبراميسن له تأثير على، هو له تأثير فعلا، بس احنا مضطرين بقى ندي علاج، يعني هنعمل ايه يعني؟ دايما دكاترة، انا دايما انصح، وكنت مشرف على رسالة ماجستير اعطاء مضادات حيوية عن طريق الفم، وكنا ناخد عينات من الكرش ونعد الحاجات، الميكروفلورا والبكتيريا والحاجات دي، كنا نلاقيها فعلا بتأثر عليها. فالسبراميسن بيأثر على الكرش، لكن احنا محتاجين ندي علاج ضروري، لو هتديه حقن يبقى افضل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.